إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا الإطار المرجعي الخاص بالإيكونومي جينيرالي ستاتيستيك. كما كتشوفوا معايا أن الوزارة ما خرجتش الإطار المرجعي ديال 2022، ولذلك غنعتمدوا فقط على الإطار المرجعي ديال 2014 اللي هو غيكون الدروس ديالو هما اللي غتكون الموضوع ديال الامتحان الوطني ديال هذا السنة. أضرب بالنسبة للإطار المرجعي اللي غنعتمدوا قلنا ديال 2014، اللي بالنسبه للفيليير ديال سيونس ايكونوميك عندهم اربعه ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي فيها لاكتيفيتي ايكونوميك اللي كنشوفوا فيها لي مارشي، لو مارشي ولي كومبوزون ديالو، كنشوفوا فيها لو سيركوي ايكونوميك وفيها حتى لي زاغريغا. دونك بالنسبه لو سيركوي راه كاين عندكم كو سوا بالنسبه للاس جي سي اولا سيونس ايكو، دونك ليلابوراسيون ديال السيركوي ايتترا، دونك عندكم السيركوي ايكونوميك. بالنسبه لي زاغريغا راه كاينين، وبالنسبه لي مارشي حتى هما كاينين، الا بالنسبه للاس جي سي ما كيكونش عندهم لو مارشي دو شونج اي لي ريجيم دو شونج، كو سوا فيكس او لا فلوطون، ما عندهمش لي ريجيم دو شونج، وحتى المارشي دو شونج ما كيتحطش بالنسبه لصحاب سيونس دو جيستيون كونتا. بالنسبه للانترفونسيون دو ليتا عندكم لو شوماج لانفلاسيون، عند يعني كو سوا سيونس جيستيون كونتابل او لا سيونس ايكو عندهم هاد الجوج شوماج ولانفلاسيون، وعندهم لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير نوتامون لا بوليتيك مونيتير اي لا بوليتيك بيجيتير. غير هو بجوج لي فيليير بجوج كو سوا السيونس جيستيون كونتابل او لا سيونس ايكو ما عندهمش لي فونكسيون دو لا موني ما كاينينش، لي فورم دو لا موني ما كاينينش. بالنسبه للبيدجي لي لوا دوك لي لوا اورغانيك ايتترا ما كاينش لي لوا، يعني بلا ما تراجعوا لي لوا دو فينونس. ركزوا على 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 لي بوليتيك بيدجيتير والمونيتير، يعني بحال مثلا البوليتيك مونيتير غتركزوا على لي زانسترومون ديال لا بوليتيك، لي زاكسيون، لي زوبجيكتيف انترميديير، لي زوبجيكتيف فينو ايتترا. دونك هادشي اللي كنقول لكم دابا ما تراجعوش، يعني كلشي اللي عطاك خدم معاك الاستاذ غتراجعو الا هادشي اللي قلت لك. قلت لك بان الفونكسيون ولي فورم دو لا موني ما كاينينش، بالنسبه للمارشي دو شونج ما كاينش عند صحاب اس جي سي ريجيم دو شونج فيكس وفلوطون، ما كاينش عند صحاب اس جي سي. بالنسبه للبوليتيك مونيتير قلنا ما فيهاش الفونكسيون دو لا موني ولي فورم دو لا موني ما كاينينش، كو سوا عند اس او او لا اس جي سي. بالنسبه لاجوستمون لينيير كاين عندكم بجوج، عند اس جي سي وعند صحاب سيونس ايكو. بالنسبه للبيدجي الكونسيبسيون ليبرال كينيزيان ما كايناش عند صحاب سيونس جيستيون كونطابل. اذا بالنسبه لصحاب سيونس جيستيون كونطابل كيحبس البروغرام، كيحبس البروغرام عند لي زيشونج اكستيريور كما كتلاحظوا معايا، كيحبس لو بروغرام عند لي زيشونج اكستيريور. بالنسبه للتلاميذ ديال سيونس ايكونوميك راه عندهم حتى الديفلوبمون اي بيرسبكتيف ديفولوسيون، عندهم لا كاتريام بارتي زايده على صحاب سيونس جيستيون كونطابل. نشوفوا الباريم، الباريم ديال الفيليال ديال سيونس ايكونوميك بالنسبه ليكونومي جينيرال ستاتيستيك، الاهميه القصوى غتكون في لانترفونسيون دو ليتا كما كتلاحظ معايا سبعه النقاط في لانترفونسيون دو ليتا، نوتامون ديسفونكسيونمون ديال لي مارشي شوماج لانفلاسيون وحتى لي انسترومون دو لانترفونسيون ايتاتيك، يعني لا بوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بيدجيتير. عندهم سبعه النقاط كتجيها من حيث الاهميه، كتجي من وراها من حيث الاهميه لي زيشونج اكستيريور ست نقاط، عاد من بعد لاكتيفيتي ايكونوميك يعني لي مارشي لي سيركوي وحتى لي زاغريغا بثلاثه ونص، يعني ثلاث نقاط ونص، عاد فينالمون الديفلوبمون لا بارتي ديال الديفلوبمون خليوها هي الاخرى في المراجعه لان كتكون عليها ثلاث نقاط. بالنسبه للفيليا ديال سيونس دو جيستيون كونطابل، ديال سيونس دو جيستيون كونطابل، دوك انا راني غلطت هنايا. دوك بالنسبه للفيليير هنا راه الفيليير سيونس دو جيستيون كونطابل، بالنسبه سيونس جيستيون كونطابل
عندهم من حيث الأهمية كما كتلاحظوا معايا عندهم من حيث الأهمية كاين لا بارتي ديال الانترفونسيون دو ليتا بستة النقاط ونص يعني البوليتيك مونيتير والبيدجيتير وحتى يعني لي ديسفونكسيون ديال لو مارشي يعني الانفلاسيون والشوماج. من حيث الأهمية كتجي في المرتبة الثانية لي زيشانج اكستيريور. في المراجعة حاولت تسبقوا ثاني في المرتبة الثالثة الميزور دو لاكتيفيتي ايكونوميك يعني هنا كنتكلموا على لي زاغريغا. وعندنا لي كونسيبت ايكونوميك دو باز يعني السيركوي وحتى لي مارشي يعني المارشي كسوا الكلاسيفيكاسيون ديال المارشي سون لوجي او الكلاسيفيكاسيون ديال المارشي سون لو ريجي. دونك نتوما عندكم البارتي الاولى كونسيبت ايكونوميك دو باز ميزور دو لاكتيفيتي ايكونوميك l'intervention de l'état les échanges extérieurs من حيث الاهميه بداو بالانترفونسيون دو ليتاي الاولى عطيوها اهميه ستونس تاع النقاط لي زيشانج اكستيريور عاد لي زاغريغا عاد لي مارشي. دونك فوالا بالنسبه لو كاد ريفيرونسيال ديال ليكونومي جينيرال هنا ما عطاوش الاطار المرجعي ديال 2022 ولذلك غتبازاو على لو كاد ريفيرونسيال ديال 2014 ماشي لو كاد ريفيرونسيال ديال 2020 وديال 2021 هذا كان استثناء اللي كان ديال البانديمي ديال كوفيد. داكشي علاش ما غنركزوش عليه غير نركزو على الاطار الرسمي اللي هو ديال 2014 بالنسبه ليكونومي جينيرال اي ستاتستيك. alors j'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique pour vous et n'hésitez pas à la partager le maximum possible avec vos amis. اشتركوا في القناه نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.